تسبب في موجة من الذعر والإشمئزاز في جميع أنحاء البلاد، يتسلل في الظلام ويلده لدغة قد تودي بحياة الإنسان. إنه بق الفراش الذي أبى إلا أن يتسلق برج إيفل. وبعد أن منعت فرنسا الحجاب، إلا أنها اليوم تطلب من المواطنين تغطية أجسامهم خوفا من البق. وتحولت باريس من عاصمة الموضة والأناقة إلى عاصمة البق والجردان بسبب انتشار النفايات وغياب النظافة. واجتاح البق المواصلات وحتى دور السينما والمستشفيات باعتباره حشرة سريعة الانتشار والتكاثر. لدغتها غير مؤلمة، لكنها تتحول إلى بقع تسبب حكة هستيرية. وبالرغم من صغر حجمها، غير أنها سببت الضغط على الحكومة الفرنسية، خصوصا مع اقتراب الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة في 2024.